كلنا في النادي هنا بنحتفل بمرور الوقت 100 كان سنه على مسلم. انشاء النادي، وكان في طبعا بالنسبه لكره المايه، طبعا انت عارف كره المايه من اهم الرياضات عندنا هنا في النادي، فكان في احتفال خاص متمثل في بطوله اللبس الدوليه اللي اقيمت شهر اكتوبر اللي فات. احنا جبنا اجمد 5 فرق موجودين في اوروبا ولعبنا معاهم بطوله كانت حلوه قوي، كان شكل خاص يعني الاحتفال بالمئويه، وده بيبقى اعداد دايما النادي بيوفره لنا كل سنه. دي بطوله بتتعمل من سنه 90، بيبقى اعداد للدوري اللي هو بيتلعب اليومين دول، ويبقى احتكاك قوي جدا يعني كاستعداد يعني للدوري كل سنه. هنرجع نكمل كلامنا عن النشاط الرياضي ورؤية الأستاذ هارون توني رئيس النادي لكيفية الحفاظ على صدارة نادي هليوبلس في كرة الماء والتوسع أو التفوق اللي بيرى